الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل العشية. بيقدم لنا صورة واقعية من يوم المسيح. المسيح مرة قال هيجي وقت تشتهون يوما من أيام ابن الإنسان. أدي يوم المسيح. اللي عاوز يحس بيوم المسيح كان كده. هو المسيح كان جاي كفر نحوم، وكانوا الناس عارفة إنه جاي، فطلعين يستنوه على الشاطئ كعادته. وجاله راجل اسمه ياييروس، خرج من بيته، كانت بنته الوحيدة عندها 12 سنة بتموت، فراح جري، عارف المسيح وده رئيس مجمع يهودي، جري عند المسيح بإيمان ضعيف شوية، وسجد قدام المسيح وقال له أرجوك تعالى حط إيدك عليه فطبر. فالمسيح قال له حاضر، وهو ماشي جاله خبر إن البنت ماتت. لماذا تتعب المعلم؟ فانزعج الرجل، فالمسيح كده مسك إيده وقال له لا تخف، متخافش، وسكت. وعين هو ماشي، والدنيا طبعا لما سمع الناس ماشي حواليه، لما سمع ان البنت ماتت والمسيح قال له ما تخافش، ادركوا تمام ان في معجزة كبيرة هتحصل. فتجمعت الجموع اكتر واكتر، وكله ماشي ورا، زحمة جدا، متوقعين البنت ماتت ويسوع قال له ما تخافش يبقى هيعمل معجزة، معجزة قيام. في وسط الزحمة دي اللي حوالين المسيح، سنة هركز على موقفين. هو راح جه وقال له تعالى حط ايدك على البنت فتبرأ، هو اللي قال، بيقول المسيح قال له حاضر. وهو بقى في السكة، واحدة تانية بقى حطت في قلبها ان انا مسست ولو حتى هد ثوبه برأت. هنا لازم الواحد يلتفت، ده الشخص هو اللي بيقول تعالى حط ايدك هتشفى، انا هلمس هد ثوبه هاشفى. هنا المسيح كل اللي بيعمله بيقول حاضر. انا الموضوع اللي عاوز النقطة اللي ألفت ليها النظر، قد ايه احنا عندنا عند المسيح، هنكتشف بقى النهاردة عندنا قد ايه عند المسيح. لان ساعات واحد يقول انا ما باخدش، انا ما بدينيش، المسيح عنده ناس وعنده ناس. انت بتقول ايه؟ لانه في القصتين الناس هم اللي حددوا. واحد بيقول له تعالى المس بنتي هتشفى، المس حط ايدك، لازم انت تبقى موجود، ايمانه على قد. والثانيه قالت انا لو لمست بس طرف ثوبه، طب هتلمسي طرف ثوبه اللي تحت ازاي؟ هتركع ومن وراه وهو مش داريها، مش مهم طبعا. المهم فاول ما لمسته شافت، حست بالشفاء. فالمسيح التفت قال مين لمسني؟ فالتلاميذ استغربوا قالوا انت بتقول ايه؟ ده الناس عماله تزحم فيك ايه؟ والست دي اصلا ما لمستكش، يعني هي ده الناس بتزق فيه، دي ما لمستكش، دي لمست بس طرف الثوب بتاعك. قال لهم لا، في قوه خرجت مني. طب طلعت منك ازاي؟ ده الموضوع اللي انا عاوز اتكلم فيه. القوه الشفة دي طلعت منك ازاي؟ ده انت ما كنتش دريان مين اللي وراك.
طبعا يعني انا هرجع في الكلمه دي بعد شوي. ليه؟ لانه على طول قال لا قوه خرجت مني. مين اللي عمل كده؟ فجت الست. لكن قبل ما ادخل على الست، كيف خرجت القوه؟ المسيح ما عملش حاجه، ده اللي خرج القوه ايمان الست. فايمان الست متساوي بالضبط مع القوة. خدت بالك؟ إيمان ضعيف شوية هتاخد ضعيف شوية، إيمان قوي على قد الإيمان هتاخد. فقالت له، جت مرتعبة خايفة، قالت له أنا. قال لها اذهبي، إيمانك قد شفاك. وبعدين راح البيت. هرجع تاني لكل ده. راح البيت، بس يعني علشان برده أربط لك شوية، مين الست دي؟ الست دي مش من شعب إسرائيل، ده هي أممية سمعت عن المسيح إنه بيعمل معجزات وبتاع، عاملة زي الست الكنعانية بالظبط. قال لك أنا مالية، أنا مين أنا والمسيح فين؟ ده بتاع شعب إسرائيل، ده إسرائيل دول اللي عندهم الأنبياء والبتاع وبتاع. أنا بس ألمس توب. شوف المقارنة. وبعدين التاني ده رئيس مجمع، ده اليهود كلهم، ده عاوز يحط ايده وكيانه كل موجود. قال له تعالى. طب ما هو راح المسيح ولا امن ولا عمله. انا بحلمح ان دي الكنيسة بقى، الست دي تمثل الكنيسة الامم. المهم راح المسيح، الموقف التاني البديع، دخل لقى ايه النادبات، وكان ليهم عادات ان هم ليهم موسيقى حزيني طبعا جايبينها من المصريين لما كانوا عايشين معاه. دخل ايه الصويت والبتاع، قال له ايه ده، ايه الدوشة دي؟ قال له بنتي ماتت. قال له لا ما ماتتش، دي نايمة. قعد يضحكوا عليه. طبعا المسيح هنا هو كيف بيبص؟ هو شايف ده جسد نايم، الروح قدام عينه صحية. أنا وإنت كياننا قدام المسيح، مش الجسد، ما الجسد هيتحط في التراب، لكن إنسان عايش. ما نفس القصة بتاعت لعازر نام. قالوا نام إيه؟ ده بقاله 4 أيام. هنا لازم الواحد برضك يلتفت، هي عين المسيح على ايه اكتر؟ على روحه، على نفسه، على كيانه، مش على جسده. عين المسيح على حياتك اللي من جوه، دي اللي هتورث بيها ودي اللي هتعيش بيها. لان ممكن الجسد، قال الانجيل الجسد لا ينفع في شيء، سواء بصحه من غير صحه، لا ينفع في شيء. بتيجي تحضر الكنيسة بالجسد بس لا ينفع في شيء. كنا وإحنا بنتكلم في هوشع، جات الآية الرائدة دي، إن الله يطلب رحمة لا ذبيحة. قدم ذبايح، احضر قداسات، مش ده المطلوب. مال إيه المطلوب؟ الروح اللي ورا التقدمة، الحب، الرحمة. الرحمة هي الله. فكأنه يشوف إن جوه زمان بتقول الله يريد رحمة. الرحمة هي، أو بالمعنى الدقيق أو يعني في الترجمة، الحب. والحب هو الله. فالله عاوز الحب في العباد. فالمسيح شايف روحها عايشة، البنت دي، قعدوا يضحكوا عليه. طبعا هنا نظرة المسيح للموت ده بيستهتر بيه خالص. شوفوا الناس نظرتها ايه للموت. طب ده انا عاوز اقول، طب ما احنا لينا المسيح ده. وبعدين ده احنا يعني القصه اللي بنحكيها دي احنا نعرف اكتر منها كمان. القصه دي ما كانش لسه المسيح داس الموت وكسر شوكته وقام وانهى عليه. طب احنا النهارده عندنا المسيح قاهر الموت، لسه لغاية النهاردة احنا بنلطم في الموت
والموت ده عند ناس كتير كأنه نهاية محزنة أليمة جدا للحياة إطلاق. فقال لهم دي نايمة، ضحكوا عليه لغاية النهاردة. لينا الناس بتضحك بردك لما تقول ده ليس موت لعبيدك، ما بيصدقوش ويضحكوا بعد كل اللي عمله المسيح. المهم دخل المسيح، خد أبوها وأمها وخد بطرس ويعقوب ويوحنا، وده يا طبيصة يا فتاة يا صبية قومي. قامت بس ايه، حط ايديه، ما هو بيسمع، انا عجب بيسمع الكلام. بعد ما قالها يا صبية لا اقوم، راح مد ايديه وسندها فقامت. ادي يد المسيح اللي احنا الطقس دوت ماشي لغاية النهاردة. يعني ايه مثلا ايه في الرسامات، بتاخدوا بالكم لما يجي الاب الاسقف البطرك يرسم مثلا شماس او في صلاة بيقولوا ايه، ليس بوضع ايدينا نحن الخطاة بل بوضع يدك انت من فوق ايدين. عشان كده تملي ايه لما في الرسامات يبقى في ايد والصليب وضع يدك هي بتاعة البركة. ادي يوم بقول لك من ايام المسيح. طيب ارجع بقى لاهم نقطه فيه، لينا كتير قوي 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 عند المسيح، يمين ياخده. ليه بنعيش فقرانين خايفين الموت مزعج اي حاجه؟ ده احنا عندنا كتير جدا عند المسيح، كيف ناخد منه؟ الإيمان. وإيه الإيمان ده؟ الإيمان ده بيزيد بالحب. هتسمع بكرة برضه قصة مشابهة خالص لقصة النهاردة. قال لك قوة خرجت مني. أظن النهاردة عندنا درس بقى اللي ما يتعلمش منه يبقى ده لمسته. وبعدين دي مش بقول لك مش من شعب إسرائيل، ما تعرفش عنه كتير. طب قول لي فين توب المسيح ده لمسه؟ بردك اوضح الحته دي. لا الواحد يقول لي طب دي محظوظه. لا بس انا اقول لك تاني، ده كان كتير قوي قوي مزحمين المسيح، ما حدش عارف يطلع منه زي اللي طلعت دي. الكنيسه زحمه ومليانه في كل قداس، مش كله بيقدر يطلع منه. انا بلفت النظر انه كل مره توجد في حضره المسيح لازم تسرق منه. مش قال كده ملكوت الله ايه يغتصب والغاصبون ايه يختطفونه؟ ازاي بتخطف؟ بالايمان، لان المسيح رأى ايمانك قد شفاك، خرجت منك على قد هل ممكن. عشان كده المسيح قال لنا ايه، كل شيء تطلبونه مؤمنين تنالون. الآية دي بردك بتخلي الواحد يقول طب أخد إزاي؟ بالإيمان. بس تاني ما تحطش قوي الجسد حاجة تاخد فيها، لأن الجسد لا ينفع بشيء. عجيبة القصتين اللي ورا بعض دول، ما تركزش قوي في تاخد الجسد، لأن المسيح رئيس الحياة. يعني البنت دي عطاها حياة، والست نازفة الدم ما دي كانت هتموت، بقالها 12 سنة خلصت معيشتها ما فيش علاج بتنزف هتموت. فهما قصتين اعطاء حياة، عاوز الواحد يلتفت دي بقى. طب انا عايش، لا انا ناقصني حياة المسيح، ناقصني حياة فيها حب فيها عبادة بصدق. أيوة الكسل ده داخل كل الناس النهاردة. أنا نفسي يا ربي في روح صحوة كده، روح يقظة، روح سهر، روح حب، أقعد أصلي واصحى بدري أصلي. عاوز تديني قوة. لما بنبص للقديسين تسمع إيه اللي كانوا
يقعدوا الليالي وبتاع. أنا نفسي في حاجة كده. وبعدين أنا مش طالب الحاجات الكبيرة، أنا طالب على قدي. بس شوفوا الطلبات لما الواحد يطلبها بالإيمان، يا لكي نعلم أن لنا كل الطلبات اللي بنطلبها عند المسيح، تخلي الواحد يراجع إيمانه. طيب برضك عاوز أوضح ما هو الإيمان. طبعا التعبير الكتابي الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى، إحنا حافظينه. لكن أنا حدي معنى للإيمان بسيط عملي سهل، إني أقبل كل حاجة بتحصل لي كأنها من المسيح. تاني، أي حاجة أتحط فيها، أي موقف حلو وحش هقبله من المسيح. حلو حاشكو، وحش حاشكو، ليه؟ لأنه كله من المسيح. إيه رأيكم في المفهوم البسيط للإيمان ده؟ بكده يكبر الإيمان، بكده، لأن أنا متكل على المسيح. فكل يوم أنا بشكر حاجة كويسة، بشكر حاجة تقيلة، ضيقة، خوف، بشكر بشكر. فحضور الله في كل مواقف يومي بيبقى موجود. اطلب بقى زي ما انت عاوز. نشكر المسيح زي ما بقولك، ده القصة دي، ده قبل ما المسيح يعني يدوس الموت. طيب آخر حاجة، فين توب المسيح ده؟ هو الروح القدس. لأن المسيح ما هواش محدود بجسم وتوب، ده إله. فالآباء قالوا التوب ده هو الروح القدس اللي ساكن فينا، هو ده اللي بتتلامس معاه، وهو ده اللي بيدينا كل الطلبات. لربنا المجد للأبد، آمين.